هذا ولد جاي يلعب من اجلي يوصل رساله الى جماهير ريال مدريد. انا لاعب كوبو اللاعب الياباني لاعب ريال مدريد سابقا، ويؤسفني جدا ان انا بقول سابقا، ولاعب ريال سوسيداد حاليا ابهر الجميع في البرنابيو. بص الواد بيعمل ايه يا جدعان، حرفيا كان بيلعب ريال مدريد لوحده. تخيل يا ابو الكباتن ان كوبو هو وميتوما لاعب برايتون الانجليزي، هما جناحين منتخب اليابان، يا بختهم والله. وعلى حسب صحيفه ماركا ان ريال مدريد يستطيع استعاده كوبو بدفع 33 مليون يورو لريال سوسيداد. البعض بيقول ان رونالدو انتهى، ولكن الدون بيرد عليهم في الملعب. معلش يا ابو الكباتن، هو مين اللي انتهى؟ ده انا وانت اللي انتهينا يا ابو الكباتن. ده فورمته دلوقتي وشغفه وحضوره ده افضل واحسن من اللاعبين في العشرينات دلوقتي. كريستيانو اللي بيقول للشعب السعودي في اليوم الوطني انا واحد منكم، 7 اهداف في مباراه مثيره ما بين الاهلي السعودي والنصر السعودي، وبتخلص 4-3 للنصر. مباراه تحسها هربانه من الدوري الانجليزي او من دوري الابطال. مباراه ممتعه والجمهور ممتع، حتى المذيع ممتع يا اخي بصوت الجميل فارس عوض. الاسطوره ده لو انت مش بتحب في الملعب فلازم تحبه علشان انسانيته. قدون كريستيانو يواصل نشر الفرحه في ايران. اكلمك على ايه ولا ايه؟ اكلمك على شعبته الطاغيه اللي اول ما وصل ايران بقى الشعب كله بيجري وراه ولا كانه رئيس جمهوريه. ولا اكلمك على جبر خاطر طفل بيبكي علشان بس يشوف الاسطوره ورونالدو فعلا بيحقق له حلمه وبيقابله بيتصور معاه وبيهدي له قميصه كمان. ولا اكلمك على جبر خاطر الرسامه فاطمه الايرانيه اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه واللي يخصص وقت انه يقابلها ويتصور معاها ويجبر بخاطرها ويهدي لها قميصه كمان. عصام الشوالي يجلد إيريك تين هاج بعد أدائه الكارثي مع اليونايتد. هفضل أقول ده ذنب إنك مشيت كريستيانو رونالدو. يا إيريك تين بطيخة. مين يا أبو الكباتن اللي كان دايماً بيجلد البايرن في الأبطال؟ سمعني كده؟ أيوه هو كريستيانو رونالدو. فالح بس كل ما يخسر يطلع يقول لك أشعر بخيبة أمل. عصام الشوالي قال لك إيه؟ المشاكل اللي يعملها تين هاج وعامل فيها عنتر شايل سيفه ستكلفه الكثير وسيغادر. وفعلاً ده حقيقة. وقال له كمان ممكن تنجح في أياكس، لكن في فريق مثل اليونايتد شيء تاني. الفرق الكبيرة صعبة جداً في التدريب. أوعى تقلب الصفحه قبل ما تقرا السطر الاخير. روح برشلونه تعود بعد ما كله قالك برشلونه خلاص هتخسر 2-0. بتيجي ريمونتادا من ليفاندوسكي بهدفين واقتل مباراه عاشق برشلونه جواو كانسيلو، افضل ظهير ايمن في العالم، ظهير عصري بمعنى الكلمه. انا مش عارف الصراحه ازاي جوارديولا فرط فيه. ما هي ارزاق بقى ابو الكباتن. برشلونه الشوط الثاني بيفكرك بريحه برشلونه ايام الزمن الجميل. لعب ايه ومهاره ايه وتيكي تاكا ايه. برشلونه في صداره الليجا مؤقتا. كان اللعب لبرشلونه حلم بالنسبه له واصبح حقيقه. جواو فيليكس يبدع ويمتع الناظرين ويتألق مع النادي الكتالوني. في اول مشوار برشلونه في دوري الابطال يكتسح رويال انتيورب بخماسيه، وجواو فيليكس اول من افتتح الاهداف واخر من اختتم الاهداف. البرتغالي كان القطعه الناقصه في تشكيله تشافي، سجل هدفين في المباراه وصنع هدف، وهو افضل لاعب في المباراه واعلى اللاعبين تقييم في المباراه. والله العظيم محمد صلاح ده لا يقدر بثمن. صلاح يا ابو الكباتن وصل لمرحله مرعبه من التكامل الكروي، مع اني عارف ان النهايه قربت. وهتسمع في يناير الجاي صلاح الى السعوديه، ومش بعيد يكون في الاتحاد. لاعب يا اخي بيخلي من الحاجه الصعبه شيء سهل وجميل. محمد صلاح بيعادل رقم مين تخيل؟ الاسطوره تيري هنري في البطولات الاوروبيه بعد فوز ليفربول على لاس كلينز بنتيجه 3-1 في اليوروبا ليج، سجل فخر العرب الهدف الثالث بتمريره رائعه من داروين نونيز، الثنائيه المهدر حقها عاش. وعادل صلاح تيري هنري كاكثر لاعب يسجل لنادي انجليزي في البطولات الاوروبيه، سجلوا الاثنين 42 هدف في مختلف البطولات الاوروبيه. هدف مذهل، هدف من كوكب ثاني، هدف على طريقه كريستيانو رونالدو وروبرتو كارلوس. من الاناكوندا المصري مصطفى محمد المتالق حاليا في الدوري الفرنسي. عارف الهدف ده لو سجله ميسي او كريستيانو هتلاقي شده للصبح، انما علشان سجله لاعب صغير في فريق صغير زي نانت الفرنسي محدش هيديله حقه. انما احنا هنا يا ابو الكباتن علشان نديله حقه. مصطفى محمد بيرفع رصيده الى 5 اهداف علشان ينافس كيليان امبابي اللي عنده 7 اهداف. الاناكوندا بيقدم مستوى استثنائي حتى الان. الاسطوره ميسي بيتهم باريس سان جيرمان بعدم تقديره بعد تتويجه بكاس العالم. ميسي قال لك كنت اللاعب الوحيد من ابطال العالم الذي لم يتمتع بالدعم الكافي والاعتراف من ناديه بهذه الحقيقه. وقصده هنا ان كل لاعبي المنتخب الارجنتيني اللي توجوا بكاس العالم استقبلتهم انديتهم احسن استقبال كابطال العالم واحتفلوا بيهم في بدايه المباريات الا البرغوت ميسي. ميسي كان عاوز الاحتفال بكاس البطوله عن طريق جوله في ملعب حديقه الامراء. ده انت جاحد يا اخي امام الجماهير، ولكن باريس سان جيرمان رفضت. ما هم عندهم حق يا عم ميسي، انت عاوز تجيب لهم جلطه ولا ايه؟ ده جمهور باريس سان جيرمان الفرنسي اللي بالتبعيه بيشجع اصلا المنتخب الفرنسي اللي انت اخدت منهم كاس العالم في النهائي يا عم الحاج. والله انا ما مصدق الحارس الحاصل على القفاز الذهبي السنه اللي فاتت واللي كان من افضل حراس المرمى في العالم النهارده وقت الفيديو ده بيفكر في الاعتزال. سبحان مغير الاحوال يا ابو الكباتن، ده الدنيا دي غداره، وبالذات لما ربنا يكرمك بمدرب
البطيخة زي إيريك تين شو كده. فالدنيا أبو الكباتن شكلها جت على دخية جامد. أكدت صحيفة التلجراف الإنجليزية إن الحارس دافيد دخية بيدرس اعتزال كرة القدم بسبب قلة العروض اللي وصلت له الفترة الأخيرة بعد رحيله عن مانشستر يونايتد. المقربين من دخية نصحوه إن هو يقبل أي عرض سعودي إن ده الخيار الأنسب دلوقتي له بدل ما يفكر في الاعتزال. مع أول مباراة له راموس يتألق ويكتب التاريخ مع إشبيلية. سيرجيو راموس يا جدعان في حتة تانية. بصوا معايا على الإنقاذ التاريخي ده، حاجة ما يعملهاش إلا لاعب كبير عنده روح وجرينتا وخبرة السنين. طب يا أبو الكباتن عودة راموس ليه تاريخية؟ سيرجيو راموس يتجاوز إيكر كاسياس كثالث أكثر لاعب تحقيقا للانتصارات في الليجا. لو جينا نبصوا على أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات في تاريخ الليجا هنلاقي في المركز الثالث سيرجيو راموس ب 335 انتصار، وفي المركز الثاني بوسكيتس ب 352 انتصار، أما في المركز الأول فهو الأسطورة ليونيل ميسي ب 383 انتصار. كلنا طبعا يا أبو الكباتن عارفين إن تشيلسي فرقة المليار باوند. تشيلسي بيقدم أسوأ بداية في تاريخه وأرقام كارثية جدا. فرقة المليار باوند بيتعادل مع بورنموث في الدوري الإنجليزي، إمتى هتكسبه بس؟ الظاهر ان ابو تريكا كان عنده حق. من ضمن الارقام الكارثيه تشيلسي انتصر في 4 مباريات فقط في اخر 24 مباراه من البريمير ليج، 4 من 24. عشان تعرف بس ان الفلوس ما بتعملش فرقه، اتفرج على برايتون بيعمل ايه، رازع اليونايتد 3 وبقال الامكانيات. هي ايه قصه الاغنيه اللي اطلقها جماهير ريال مدريد من اجل بيلينجهام؟ الواد بقى اسطوره وبتعمل له اغاني يا جدعان، ليه مو صلاح ولا ايه؟ كشفت صحيفه ماركا الاسبانيه قصه الاغنيه اللي اطلقها جماهير ريال مدريد من اجل الانجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد البالغ من العمر 20 عام فقط. وفقا للصحيفة ان جماهير ريال مدريد تحاكي اغنية فرقة البيتلز الانجليزية والمسمى بهي جود، الاغنية اللي صدرت في سبعينات القرن الماضي غناها جماهير البرنابيو بس بالاسبانية لاجل بيلينجهام، وفضلوا يرددوها دعما للاعب من نجم كبير الى متعاطي منشطات. بوجبا يلعب بالنار. كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الايطالية انه تم الكشف عن عينة الفرنسي بول بوجبا في اختبار المنشطات واللي كانت ايجابية. يخرب بيته، وده في مباراة يوفنتوس واودونيزي. ذكرت الصحيفة كمان ان نادي يوفنتوس بيفكر في انهاء عقد اللاعب في ظل ثبوت ايجابيه اختبار المنشطات. يوفنتوس هيكون عنده حجه قويه جدا لانهاء عقد اللاعب، خاصه وان النادي نفسه في كده من زمان جدا، وده علشان اللاعب الفرنسي هو اعلى راتب في الفريق وبدون الاستفاده منه الرواتب يا باشا. كمان عودته في الصيف اللي فات كانت كارثيه على نادي يوفنتوس، واول ما رجع من الاصابه سقط في اختبار المنشطات. صراع ما بين ريال مدريد وبرشلونه على ساديو ماني. ايه ده بس مش ده، انا قصدي على ساديو ماني الجديد. بعمر 15 سنه 94 يوم فقط اصبح امارة ضيوف هو اصغر لاعب يشارك في تاريخ منتخب السنغال الاول على مر التاريخ، ونال خبر مشاركته اهتمام صحف العالم. ساديو ماني الجديد هيظهر لكم من تاني، وده نظرا لتشبيهه بساديو ماني لاعب النصر السعودي. الملفت للانظار يا ابو الكباتن هو انضمام امارة ضيوف لنادي ميتز الفرنسي على الرغم من اهتمام الاسماء الاوروبيه الكبيره بيه، ولكنه فضل الذهاب للفريق الفرنسي لتطوير موهبته بهدوء. ده غير انه منتظر يكون اهتمام كل من ريال مدريد وبرشلونه ومانشستر سيتي وارسنال واللي ادرجوه على جدول اعمالهم على امل انه يصبح ساديو ماني جديد في المستقبل. لاعب كان رايق جدا في الملعب، كان جامد في الكوره وبره الكوره كمان، كان حلو وجميل زيك كده ابو الكباتن، وكل البنات هتموت عليه زيك برضه ابو الكباتن. كان بيلعب خط وسط وجناح في نفس الوقت، عرضياته او فاولاته كانت ايه دوه، تحس انه بيلعبها بايده كده، وكان مدربه الاسطوري ضربه في اوضه اللبس، والواقعه دي كانت مشهوره جدا. لعب في الدوري الانجليزي والاسباني والامريكي والايطالي والفرنسي، وهو دلوقتي برضه بعد ما خلص كوره ناجح جدا. فيلا يا ابو الكباتن شغل ذكرياتك الكرويه دي شويه وخمن معايا مين هو اللاعب ده.